أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية فعاليات مبادرة أنت الحياة التي تستهدف عددا من أهالي القرى الأكثر احتياجا بمركز ومدينة القنطرة غرب بمشاركة أكثر من 12 جهة. تهدف مبادرة أنت الحياة إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالي القرى الأكثر احتياجا في مركز ومدينة القنطرة غرب من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنون، وتشمل هذه الخدمات الطبية والعلاجية واستقبال حالات الغارمين وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي وامتحانات لمحو الأمية وملتقى توظيفي وورش لتعليم الحرف اليدوية وإصدار بطاقات الرقم القومي بالمجان. كشفنا حوالي 400 متردد يعني، وحن حالات المستشفيات معانا اكتر من 100 صنف دواء. المبادره بس مش شامله الصحه، شامله كل المجالات الاخرى ومجالات التوظيف. مبادره حياه كريمه في تعاون مشترك مع مؤسسه حياه كريمه. القافله الطبيه مديريه الصحه بالاسماعيليه مشاركه معانا النهارده في كافه التخصصات، بالاضافه لمعمل تحاليل، بالاضافه لصيدليه فيها اكتر من 100 صنف لدواء مختلف. القافله يعني بتأدي خدماتها بشكل متكامل وبشكل متناسق، والحمد لله يعني عاملين شغل كويس فيها.